طيب لما تحوس الدجاج يا خلود نحتاج لدجاجتين من الجزيرة، 4 أكواب من رز بسمتي من مهراجة، 3 حبات بصل مفروم، 10 سنون من الثوم وحبة فلفل حار أو قرن فلفل حار، 4 حبات من البندورة المفرومة، 1 كوب حمص مجروش، 2 كبار من السمنة. رح نحتاج لمكعب مرق، طبعا البهارات اللي بديها كل بهارات الحب الموجودة عندكم، قرفة، هيل، لومي، كبشة قرنفل، ورق غار، وعنا البهارات اللي رح أحتاجها اللي هي بهارات مشكلة، بابريكا، ملح، فلفل أسود، ومكعب مرق. يلا إذا بدنا نبلش بمتشبوس الدياي. أكلتي أنت أكيد متشبوس الدياي لأنه هي كانت عايشة بالسعودية. وشو دخل السعودية بالكويت؟ ما كله في متشبوس السعودي في الإماراتي، أنا رح أعملهم كلهم إن شاء الله بالحلقات. مجال بس أشرح لك هالنقطة. يلا بعدين تخانق زي ما بدك، بعرفك يعني أنت بتحب الفناء مشكلجية. بس لا، اللهجة الكويتية، أنا بحكي عن اللهجة ميزة. طب إيش بقولوا له بالكويتي؟ متشبوس الدياي. دياي دياي. وبالإماراتي لأنه في كمان متشبوس الدجاج الإماراتي ومتشبوس الدجاج الإماراتي طبعا حسب، بس احنا اليوم متشبوس الدي اي. وبنبلش، يلا بنبلش نطبخ. طيب انا اليوم عاملين وصفه كثير مميزه عن جد، لو تعرفوا قد ايه طعمها لذيذ ومختلفه عن الوصفات اللي بالرز اللي احنا بنعملها دائما، بس اليوم وصفه مميزه اكثر لاني مستخدم فيها دجاج الجزيره ومستخدم فيها رز مهراجه، فرح يطلع لنا وصفه كثير ايش مالها من الاخر لانه قدها. اوكي انت قدها جميل شعبان، انت قدها والله انهم هم بدعوا اصلا لما اختاروكي ميزو حبيبتي. طيب خلينا نروح للناس اللي عم بيشاركوا معنا، شو رايك سريعا ما رح اطول. طيب. انت قولي لهم، انا بس بدي احط الدجاج زي ما هو فوق الزيت. انا حطيت عندي طنجره عليها هيك عملت الحراره. رح احط الدجاج، انا مقطعته نصين، انتم بتقدروا تقطعوه 4 5 اللي بدكم اياه، رح احطه من غير ولا شيء على الزيت. يلا احكي هلا. بدي اوجه تحيه 480 كومنت لهلا، برافو عليكم، لانه اليوم عندنا جوائز زي ما قلنا لكم مقدمه. طبعا الجائزه الاولى جائزتين طبعا مقدمات من ريفاج، وجائزتين ثانيات مقدمه طبعا من اكتيفيتي جيم. واليوم عم نحكي عن يعني توتال مجموع الجوائز 400 دينار، فكونوا معنا، شاركوا عبر صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في اوفيشال. دخلت لي الحروف ببعض من بعد المتشبوس الدياي. انا حكيت شيء. وكمان من خلال الاتصال على رقمنا 5665555. قصي اهلا وسهلا فيك، انس القيسي، عروبه، هنا، ربا، ندى، ريماس النوايسه، علاء المستريحي، زينه، كمان اللوزي بدي اوجه لك تحيه، ام ينال، كل الاسماء رح تفوت معنا على السحب. وسؤال حلقتنا مع هالدوشه هاي، سؤال حلقتنا مع والله لا جيني فيي اقول لك كيف اليوم مش هيك هيك وهيك عارفه. طب خلينا على نتكلم سؤال حلقتنا لليوم. يلا خلينا نحكي لهم عن متشبوس الدجاج. انا عملته اليوم على الطريقه الكويتيه، هلا بقول لكم ايش بختلف عن الطريقه الاماراتيه، وان شاء الله مع الوقت راح اعمل لكم اياها. انا بالطريقه الكويتيه بيعملوا له شيء اسمه كشنه، او شيء اسمه الحشوه اللي بحطوها مع الرز. ايش بسموها؟ كشنه اللي هي عباره عن خلطه بضيفوها للرز عشان تعطي نكهه مميزه بالوصفه. هلا زي ما قلت لكم بلشت هون بالدجاج، حطيت الدجاج بس انصاص ولا حطيت عليه ولا شيء، بس بدي اعطيه لون كمان هيك على السريع. هو بياخذ دقيقتين يبلش على طول يتغير لونه. مجرد ما بلش يتغير لون الدجاج عندي لا بطلت انا وياه دجاجاتكم دجاجاتنا رح اضيف بصل. انا بدي كميه منيحه من البصل، فرح اضيف تقريبا 2 حبات من البصل. ورح اضيف كل البهارات الحب الموجوده عندي. انا عندي عود قرفه، عندي ورق غار، لومي كثير طيب وضروري اللومي بهاي الوصفه زي قصه الكبسه بالضبط، تمام. وعندي ثوم يا بتحطوها راس زي ما هي يا بتقشوها بتحطوها سنين. اوكي اسكا انا بتخيل راس انه زي ما هي قصدي. وعندي هون البندوره، انا تقريبا عندي 3 لـ4 حبات انا باشرتهم. ميزو سؤال اساليني، قبل ما تتجوزي كنت تعرفي تطبخيه؟ قبل ما اتجوز كنت شو رايك؟ يا اختي امشي بهالسؤال، امشي بهالسؤال زي ما هالناس ماشي. انا كنت معنا انك اخترعت السؤال. امشي يا اختي امشي، مو سؤالك انت اللي جبتي لي. انا قلت لهم عشان بحب اعرف قد ايه كنتي تعرفي تطبخي قبل ما تتزوجي. لا انت عن جد هلا انا بعرف، حسبي لي من انت سن صغيره ولا صدقا. طيب لما تجوزتي كنتي اوكي يعني امورك منيحه بالطبيخ؟ ايش رايك يعني مثل هلا؟ مثل هلا عن جد والله مثل هلا. وكل حدا بيعرفني، اقول لك اللي بيعرفوني يا الله لو قلت لهم اليوم على الحلقه اللي كانوا يدرسوا معي بالجامعه كنت معيفتهم حياتهم اكلات. ليه؟ كل يوم الصبح اعمل اكله واخذها معي على الجامعه عشان يذوقوا لهي الدرجه. كنت استني شوي والله ولا جابت لنا ولا مره اكله عندي على الهواء.
جبت لك كيكتين. كيكتينين، واحدة تشيز كيك وواحدة شوكولاتة. يا شيخة متذكرة. يا شيخة. لا، سؤال حلقتنا هلا، خلينا نحكي شوي جدي. اليوم السؤال طبعا جاي من طرفها لامتيازية اللي اخترعت لنا السؤال. كنتي تعرفي تطبخي قبل ما تتجوزي ولا تعلمتي الطبخ في بيت جوزك؟ انا بحب اعرف هذا السؤال لانه كثير بقابل ناس او كثير من الناس بيحضرون ببهرون بيبعثوا لي انا ما كنت بعرف اطبخ، انا تجوزت وانا ما بعرف اطبخ، فبيهمني اعرف قد ايه هن قبل ما. بس بتعرفي شو المستفز؟ قولي. لما انت بتتعبي وبتتعلمي طبيخ، ايوه، بتوقفي بالمطبخ، ايوه، وبتعطي من قلبك وبتصيري تحطي المكونات وتقولي يا رب ومشان الله وخلي تطلع الاكل منيح عشان هالزلمه ياكل، بس تفردي الاكل وتبلشي تحطي الاكل يبلش طبعا يقول لك مش زاكيه. ليش الملح مش مزبوط؟ لو حطيتي التومه بدل ما تدقيها حطيتيها زي ما هي مثلا، الرز كانه مخبص شوي، عن جد ما بيعجبهم العجب. انا هدول الناس كثير بيستفزوني. كثير كثير، حتى بكون قاعده بكثير مرات يعني الناس معزومه على الغداء والعشاء، بتجيب مرته الاكل بتصير تقول لي كيف شاطره، حتى لو انها مش هلا بياخذ رايك لانه انت شايف. لا بس ما بصير، ما بصير قد ما كانت شاطره، ما بقى مش شاطره، مفروض انك تكون فخور فيها انها قامت عملت عزومه او ياخذها على طرف 100%. بس مش يقعد يحكي قدام الناس العالم. بتضايق من شغله ثانيه كمان بموضوع الطبخ، بكره موت قلبي حدا يقول لك على الاكل مو زاكي. خلص حبيت قول له لذيذ، ما حبيت قول له يعني طيب، بس انا مش متعود. انا ما بعرف شو بيكون سبب الانتقاد، او يما لما بتكون الحمايه قاعده اذا العزيمه فيها الحمايه شو بدها تعمل الست يا حرام يعني. كثير هيك حاقده على موضوع الفلافل قد ايه حرام ما بنتقدوها. لا بس عمرها حماتك انتقدتك؟ لا الله يرحمها حماتي كانت كثير منيحه بالله، عن جد حرام عمرها. اصلا قلت لك انا كنت شاطره كثير بالطبخ، فيعني حتى لو دخلنا في هاي المرحله كان هو انت ادعى انهم يكونوا ضدك شوي انه انت الشيف يعني شايفه حالها علينا بالطبيخ. لا حرام كان، بس يكون حتى عندها عزيمات تقول لي مثلا اعملي لنا كذا او سوي لنا كذا. لا الله يرحمها. وين صرنا بالاكل قولي؟ طيب احنا انا خلصتها تبني مش قادره اقاطعك. طيب خليني ارجع لكم على الاكله، كثير سهله. انا بلشت اول شيء عملت خلطه الجاج، حطينا الجاج، حطيت عليهم بعدين البهارات الحب، وحطينا عليهم بصل، الثوم والبندر، وحطيت كل البهارات اللي عندي باودر اللي هي مثلا انا حطيت فلفل اسود، بابريكا، بهارات. اذا بتلاقوا بهارات مشبوس زي ما هي موجوده بالخليج بيكون منيح. انا مستخدم بهارات مشكله اليوم، ومكعب مرق، مش حاطه فلفل اسود حب والله لازم احط، وحطيت مي، غطيت الجاج وراح اتركه على النار تقريبا ساعه الا ربع. طيب يلا خلينا نرجع على الطبخه ونحكي ايش عملنا بمشبوس الدجاج. اول شيء زي ما قلت لكم حطيت الجاج، بعدين لما اخذ لون على طول حطينا البصل، سنون الثوم والبهارات الحب والبهارات المشكله، وحطينا عليها البندوره، وبعدين تركتهم ومي لحتى تستوي تقريبا بدهم ساعه الا ربع. بس الريحه عن جد عن جد بتجنن من الوصفه اللي بدي الوصفات بدي اياكم عن جد عن جد تجربوها، خصوصا بكره يوم الجمعه. هلا انا اسمه مشبوس لانه بحطوا الدجاج مع الرز مع الكشنه اللي رح نعملها بتشبسوه. هلا انا من الناس بحب اخذ الدجاج دائما واحمره برا، ما بحبوش كثير جوا الاكل. قريبه من الكبسه دخلك؟ قريبه من الكبسه، فانا بس ولا عملت ولا شيء، بس طلته من الصلصه وحطيت عليه زيت شعبان وراح احطه على بالفرن. اوكي قد ايه بدنا نحطه بالفرن؟ بس ياخذ لون خفيف. طيب. يعني ما بده شيء. طيب. تمام تمامين. بدنا نعمل الكشنه عشان اخليكي تحكي اللي بدك اياه. راح احط هون البصل، هاي الطشه، هاي هي الكشنه او الحشوه، وعندي انا حمص مجروش. ايش يعني كلمه حمص مجروش؟ حمص مجروش الحمص الحب، بس بيكون مقصوص من النص. هلا انا الصراحه بعد ما اسلقه بقطعه بالسكينه. تمام تمام. فاذا قلنا بصل هيك نعطيه شوية لون عشان ناخذ هيك الكشنة بطريقة لطيفة. عندي زبيب رح اخذ جزء احطه. طب واللي ما بحب الزبيب ما تحطه؟ عادي عادي ما بينقص من الموضوع ولا بنقص ولا شيء. هو الزبيب انا مثلا من الناس كمان مش كثير بحبه عشان على حلاوة. بس الصراحة بعد الوصفة بيعمل لك صدمة وانت بتاكلي، يعني تكوني مستمتعة بالملوحة وطعمه فجأة بيطلع شيء حلو. رح احط الحمص تقريبا. انا عندي هون كوب من الحمص. أوكي. بتحبوا ما بحبوا اصلا يستغنوا عن كل الكشنه. بس هي هيك على الطريقه الكويتيه. هلا على الطريقه الاماراتيه يا خوخه بحطوا بطاطا وبقيموا الكشنه، فرح نعمله بحلقه ثانيه ان شاء الله. طيب هلا في شغله احكي، يلا اخذ راحتي شوي. طيب في عندنا فوتنج، احنا هلا عملنا استفتاء
بدنا نحكي اخر الحلقه طبعا قديش رح يطلع نسبه التصويت، انه كنتي تعرفي تطبخي قبل ما تتجوزي نعم او لا؟ شاركوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، لانه بنهايه الحلقه رح نعلن عن نسبه التصويت قديش نعم وقديش لا. ندوش بدي اوجه لك طبعا تحيه، انس القيسي كمان تحياتنا لك، ام حمزه الدراغمه. اليوم في عنا جوائز مقدمه طبعا، جائزتين من ريفاج وجائزتين من اكتيفيتي تايم جيم بقيمه التوتال 400 دينار. كل ما بتكتروا معنا مشاركات كل ما اسمكم بيفوت يعني بيفوت معنا على السحب ونسبه الربح عندكم بتزيد. تمام تمام، تفضلي ست. طيب هلا انا هاي الشوربه اللي نزلت من الدجاج اللي سلقناها مع البهارات والبصل وسنون الثوم، عندي 4 أكواب من رز مهراج، انا حامل عامله كميه شوي كبيره، انتم بالبيت اعملوا الكميه على هوا عدد افراد الاسره. تمام. انا نقعته كالعاده، غسلته 3-4 مرات، نقعته بمي سخنه مع رشه ملح وبعدين بستخدمه. ميزه قولي لي، الرز المهراج قد ايه بده مي؟ بده مي فوق الرز. هلا شوفي، بالعاده البسمتي بياخذ لكل كوب من الرز كوب ونص من المي. أوكي. ياخذ اكثر من الرز العادي اللي هو رز تايجر. تمام. بس انا بدي اشوف ميته، اذا منيحه منيحه، مش منيحه بنضيف عليه مي. طيب. بس انا دائما بعلمهم قصه انه يحطوا على عقده اصبعهم او ايش او إيش؟ انه يحطوا 3 سم فوق الرز، هاي طريقه بتزبط 100%. اوكي. عندي الكشف صارت تمام، رح اقيمها واقلي اللوز. خلص انا اموري تمام. ولا طلبت اساعدها اليوم ولا قلت لها اساعدك ولا بدك منيحة. تحريك ولا بدك شيء، اموري منيحه ولا جعبالي افوت المطبخ ولا اطبخ. هلا تعملي معي كباب قضنا يا حبيبه قلبي، اليوم الغدا من برا وخلصنا. اسمعي، رح اضيف شويه مي بس بلش الرز يتشرب المي، بدي احط عليها الكشنه على الوجه واتركها 20 دقيقه لتستوي. تمام خلصنا. دان خلينا نذكرهم برقم التليفون 566-5055، هذا هو رقمنا طبعا لحتى تتواصلوا معنا، وما تنسوا التصويت من خلال صفحتنا على الفيسبوك. كنت تعرفي تطبخي قبل ما تتجوزي ولا لا؟ سالنا السؤال هذا للشيف، قالت لك وانا عمري 7 سنين بطبخ، يعني انا ما خدني اصلا طبيخه. أنا رح أسألك سؤال بعد الفاصل. بدي أعرف ليش لازم من امتيازات الست قبل ما تتزوج تكون تطبخ؟ هلا يعني ما بتطبخ؟ لا بعزلة. هلا جديد خلينا نحكيها بعد الفاصل. بس لازم تطبخ ولازم يكون معها مصاري ولازم تكون موظفة، امتيازات كثير يا امتياز. فبدي أقول لهم آخر شيء أنا عملته، مجرد ما الرز بلش يتشرب الصوص قلت لكم حطينا الكشنة وحطيت سمنة وراح اتركها لتستوي هلا على هذا على هذا على نار كثير عالية وبعدين بنتركها. طيب.